السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل، البحرية البريطانية 4 هجمات استهدفت سفينة جنوبي المخا. وإلى التفاصيل. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الجمعة أن 4 هجمات استهدفت سفينة على بعد 45 ميلا بحريا جنوبي مدينة المخا باليمن. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان لها على موقع إكس، تلقت أوكوموتو تقريرا عن حادث على بعد 45 ميلا بحريا جنوبي مدينة المخا باليمن. وأضاف البيان، أبلغ ربان السفينة عن هجوم بقذيفة RPG انفجرت على مقربة من السفينة من مركبين صغيرين باللونين الأبيض والأسود، وعلى متن كل منهما 4 أشخاص. وبحسب ما ورد، كان الأشخاص المتواجدين على المركبين يرتدون معاطف مضر بيضاء. وتابع البيان، أبلغ الربان عن هجوم آخر بصاروخ في الساعة 22:45 بتوقيت غرينتش انفجر على مقربة من السفينة. وأشار البيان إلى أن الربان أبلغ عن هجوم ثالث في الساعة 43 بالتوقيت العالمي بواسطة زورق مسير غير مأهول، وأطلق الفريق الأمني التابع للسفينة النار عليه. وأردف البيان، أبلغت السفينة عن هجوم رابع في الساعة 55 بتوقيت غرينتش، حيث سقط صاروخ في البحر على مقربة من السفينة، وتم الإبلاغ عن أن الطاقم والسفينة في أمان ويتابعون وجهتهم إلى ميناء الاتصال التالي. وختم البيان بقوله، ينصح السفن بالعبور بحذر وإبلاغ الهيئة عن أي نشاط مشبوه. وفجر اليوم الجمعة أفادت شركة إمبري البريطانية للأمن البحري بأن سفينة تجارية أصيبت بدائرة مسيرة على بعد نحو 58 ميلا بحريا جنوب غرب الحديدة في اليمن. وأضافت في مذكرة إرشادية لها أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار مادية. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.